السلام عليكم. كثير من المرات يمر الإنسان بضيق مالي شديد، وبنفس الوقت تجي أموال من مصادر غير مشروعة راح نتطرق إلها بعد قليل. هنا راح يعيش الإنسان في صراعات ما بين الضمير والنفس الأمارة بالسوء وبين مبادئه والتزام الديني ووساوس الشيطان. فالناس هنا يكونون على قسمين، الأول اللي تتغلب عليه نفس الأمارة بالسوء ويتغلب عليه الشيطان فيتقبل المال الحرام على نفسه وعلى عياله، وللأسف يبرر لنفسه أفعال المحرمة. أما القسم الثاني فهم على العكس تماماً، وهم المؤمنون اللي يكونون صابرين في هذا الاختبار المهم وما يتقبلون المال الحرام. يقول تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالاً طيباً. الكلام واضح، فمن الأمور الأساسية في حسن تدبير المعيشة هو السعي في الكسب الحلال والدخل الحلال. فالمسلم طيب ولا يأكل إلا من الطيب الحلال، ولا يدخل على ماله وعياله وأهله ما فيه شبهة ومصدر محرم. فالمال الحلال فيه آثار روحية وجسدية على حياة الإنسان، فهو ينور القلب ويعين على عبور الصراط المستقيم، وينال به رحمة الله وثواب الأنبياء وثواب المجاهد في سبيل الله، ويرزق بذرية طيبة مؤمنة مناصرة للحق، والعكس بالنسبة للمال الحرام. من الآثار العظيمة المترتبة على الأكل الحرام هي قد يمتنع الإنسان من نصرة الحق. ففي واقعة عاشوراء وقف الجيش الأموي وكان سوادهم كثير لمقاتلة الإمام الحسين عليه السلام، وأحاطوا بي من كل جانب. فخرج الإمام عليه السلام راكب على فرسه حتى أجل الناس فاستنصتهم، يعني طلب منهم أن يسمعوه، فامتنعوا من أن ينصتوا إليه حتى قال لهم: ويلكم، ما عليكم أن تنصتوا لي فتسمعوا قولي، وإنما أدعوكم إلى سبيل الرشاد، فمن أطاعني كان من المرشدين، ومن عصاني كان من المهلكين، وكلكم عاص لأمري غير مستمع لقولي. لاحظ أن الإمام الحسين عليه السلام راح يكشف عن أمر عظيم تسبب بوصول هؤلاء الأشخاص لهاي المرحلة، حيث قال: فقد ملئت بطونكم من الحرام وطبع على قلوبكم. نتساءل، ما هو الحرام اللي ملأ بطون هؤلاء الأشخاص مما جعلهم يقاتلون إمام زمانهم؟ قسم المال من حيث مصادر كسب المختلفة إلى نوعين: المال الحرام والمال الحلال. فالمال الحرام قد يأتي من الحصول عليه بطريقة غير مشروعة ومخالفة القوانين والأحكام الشرعية، أو قد يأتي من مجالس الرقص والغناء، أو بيع لحم الخنزير وبيع الخمور، وقد يأتي من أكل مال اليتيم واستخدام الغش بأنواعه ومراتبه، أو قد يكون من غصب المال من صاحبه أو أكله بالباطل أو بدون إذنه. أما بالنسبة للمال الحلال، يكشفه لنا حديث مروي عن الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، يبين فيه مصادر الدخل المشروعة، حيث قال عليه السلام: معايش الخلق خمسة: الإمارة والعمارة والتجارة والإجارة والصدقات. الآن صار واضح أن تأثير أكل الحرام والكسب الحرام يؤدي إلى خبث الذرية والنسل. فلو كان آباء هؤلاء الجيش وأنفسهم قد سلكوا طرق مشروعة للكسب الحلال، ما كانوا ينصروا الباطل ويخذلوا الحق ويكونوا في زمرة قتلة أبناء الأنبياء عليهم السلام. وفي الجهة المقابلة، الذين نصروا الإمام الحسين عليه السلام قد خرجوا من أصلاب آباء طاهرين ساعين للكسب الحلال والأكل الحلال، فكانت النتيجة أنهم نصروا الحق واستشهدوا في سبيل الدفاع عن إمام زمانهم.